مواليد تدريب النهارده. طبعا ده اول تدريب بيجمع الفريق بعد ما رجعوا من رحله الجزائر بعد مباراه شبيبه الثوره الجزائري اللي انتهت بالتعادل الايجابي في تاني جوله من المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا. عايز اعرف منك استعدادات الفريق النهارده لمباراه المقاصه القادمه ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي في المباراه المؤجله من الاسبوع ال11. خليني اقول لك ان التمرين كان في الرابعه عصرا فعلا زي ما تفضلت وقلتي استعدادا لمباراه المقاصه. نتمنى باذن الله ان يكون الفوز حليف في النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه تصوير للاعب الاهلي بالزي الجديد اللي هيرتدوه في مباراه المقاصه، هيظهر للنور في مباراه المقاصه. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين مع الجهاز لمده حوالي خمس دقائق او اقل شويه، يتكلم فيها كابتن رابح حفيظ عن مباراه المقاصه، عن مشوار الاهلي في الدوري، التركيز فقط في المعترك المحلي والحصول على الثلاث نقاط. يمكن النهارده التدريب كان بدني اكثر منه شويه، بعد التدريب بدني كان في تدريب تخصصي على انهاء الهجمات على المرمى، ثم التمرين بتقسيمه صغيره. يمكن شارك في التقسيمه النهارده او في التمرين سعد سمير، رامي ربيعه، صلاح محسن، يمكن العديد من الاصابه. تعيين مستمر لجيناردو وحسام عاشور والشيخ وهشام محمد. يمكن شارك على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان مع الشيخ اكرامي والشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. يمكن اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجزائر الاخيره يمكن كانت النهارده تدريبهم خفيف، كان في تعليمات للاسارتي يمكن النهارده وقف التقسيمه كذا مره، وتعليمات للعيب الدفاع والوسط على كيفيه بناء الهجمات من تحت لقدام. يمكن كان في جلسه خاصه مع رمضان صبحي يمكن على الاسارتي مدير الفني حوالي خمس دقائق. يمكن في نهايه التدريب كان في جلسه ايضا من المدير الفني وصالح جمعه. يمكن الحماس باين على وجوه لاعبي النادي الاهلي، نتمنى باذن الله يكون الحليف النادي الاهلي يوم الخميس مع المقاصه. ممكن احنا في انتظار الان يمكن الاهلي على موعد جديد مع افتتاح الصاله الجديده الخاصه بتدريب لعبه الجمباز. يمكن احنا في انتظار الافتتاح الرسمي بعد قليل، هيكون موجود مجلس الاداره علشان يفتتح الصرح الجديد للنادي الاهلي مصر الى الصالات التدريبيه الكبيره في النادي الاهلي، مش في الاهلي بس، في مصر كمان. شيما اتفضلي. شكرا ليك شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي المتواجد حاليا في تدريب النادي الأهلي في التتش، بشكرك جدا على وجودك معانا. ودلوقتي معادنا مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.